والاسعار بدأ معانا من اول 4500 يا جماعه، اوضه اطفال كامله، تابعوا الفيديو للنهايه وما تبخلوش علينا بلايك وشير، بحبكم في الله. ويلا بينا نشوف عروضنا النهارده. ونص معاها مول هديه وشحن مجانا، اوضه اطفال شياكه اقسم بالله تحفه. بصوا الجمال يا جماعه، الاوضه عامله ازاي، حاجه كده. بصوا الجمال ده، كل اوضه نوم اطفال كامله، ده السرير بتاعها زي ما انتم شايفين، كل ده ليد بينور وشحن ومول هديه. دي اللي متنجده، دي اللي متنجده يا استاذه، حلو قوي. ودي برضه معاها ايه بقى، تسريحه ببرواز كبير. لا ده بصوا بمرايه يا جماعه، حلو قوي قوي. فيها بقى 6 رفوف يا استاذه، شبابي عريس وعروسه. بصوا معانا برضو هنا صفر، بيشتغلوا في الصفر برضو. بص يا استاذه، هنا بيتحط برضو مجفف، وفي قرصه ازازه، يعني عندها اشكال والالوان برضو. كل العروض دي عند معرض الشروق يا جماعه. بصوا الشياكه يا جماعه والجمال ده، وتحت الشغل من الجنب عامل ازاي. الركنه دي يا جماعه ب 4500 جنيه، الجمال ده، دي برضو ب 4500 جنيه. بصوا الجمال يا جماعه، كابوتونيه من الجنب كده زي كده، 3 قطع عامله معانا 4500 جنيه. هات اشكال كتير قوي، يعني دوت 2 جري وكنبتين كحلي. بصوا الانتريه ما شاء الله عليه يا جماعه، الالوان حسب البياض، يعني ما بايدكش بحاجه معينه، يعني متاح تاخده كنبتين لون، كنبه وكرسي لون قوي قوي. بصوا الجمال ده يا جماعه، مشجر في اللون ده، الفوشيا مع الكحلي الغامق تحفه، كشمير في كافيه، النبيتي في الكافيه. ايه الجمال ده؟ ده الشياكه، ده عامل كام ده؟ خالطين الوان حلوه جدا جدا مع بعض. معانا نيش برده، النيش عامل كام؟ اللي هو نازل جديد، اللي هو الازاز، اللي هو الضرفتين الازاز التاتش، وده زي اللي بره، زي اللي جوه، اللي هو الازاز السين التاتش. عرض غرف نوم بقى الاطفال من عند موبيليات الشروق، عرض جامد جدا، لاني ما شاء الله اللهم بارك. ايه الشياكه دي؟ ده بقى كله شغل بلستر يا استاذه، دوكو فرن، دوكو فرن، وكل ده اكريليت وستانلس، تمام، حتى الكومودينو والله العظيم شياكه، والكومودينو بتاعها تحفه. والظهر بتاعها كونتر يا استاذ، تسلم ايدك، تمام. هو هنا نظام درف كلها، واللي هنا شماعه ودرف. دي اللي هي الاثنين درف، هنا شماعه ودرف، شماعه، وهنا 3 رفوف، تمام، حلو قوي قوي. ومعاه كومود بال بالمرايه بتاعته، المرايه، ومعاه سريرين، والاثنين سرير بينوروا برضه، ليد برضه بينور، والكومودينو بينور، كل الشغل ده بينور يا جماعه. بكام الاوضه القمر دي؟ دي يا استاذه اللي متابعين حضرتك والقناه، 8.5 بالمولتين بالعربيه، تمام. يعني الاوضه الشياكه دي يا جماعه، بصوا السرير بتاعها، معلش كده يا استاذ حسام، الاوضه القمر دي هتبقى عامله معانا 8500، 8.5. الاوضه دي هتبقى 8500، معاها مول هديه وشحن مجانا، اوضه اطفال شياكه اقسم بالله تحفه. بصوا الجمال يا جماعه، الاوضه عامله ازاي، حاجه كده بجد تحفه محترمه، شياكه، الكومودينو كمان معاها كده، المرايه بتاعته بدل التسريحه يعتبر، والسراير بتنور معانا برده حاجه زي كده. ده برده 8.5، كل العرض، كل اللي هنا 8.5، اللوكس ده 8.5، كل ده 8.5، معانا اللي هي الغرفه اللي هي 3 ضلفه المترين، عشان المترين بينزل معاها تسريحه، تمام، اللي احنا شفناها ب 4.5، وريها لك، لا وغيرهم 4.5، غيرهم 4.5، تمام. دي برده عامله 8.5، معاها برده نفس العرض، سريرين وكومودينو بمرايه، وعندي السنتر مليان، وعندي الشامبي الدهب، وعندي جميع الالوان. بص الشامبي برده يا جماعه تحفه، دي الاوضه الغزاله، دي الغزاله برده ب 8.5، 8.5، وسريرها اهو، بص السرير بتاعتها حكايه يا جماعه. بصوا السرير بتاعها ده برده بينور يا استاذ، كل ده بينور، كل ده حلو قوي قوي، بينور. بصوا القمر ده، الاوضه الغزاله ده، 2 سرير ومعاهم كمان الدولاب، معاهم كومودينو بمرايه، برده بينور بالمرايه. بصوا المرايه بتاعته برده يا جماعه، والعرض الاوضه دي كلها 8.5، 8.5، تمام. بقيت الاشكال ايه يا استاذ؟ معانا اشكال كتير، معانا صفر، السنتر ما شاء الله اللهم بارك، ادوار ومليان فيه شغل كتير. ايه يا استاذه؟ ايه الجمال ده؟ طب والله دي تحفه، السرير متنجد، الاوضه دي برده ب 8.5، سرير اهو يا استاذه، بصوا بصوا الجمال ده، كل اوضه نوم اطفال كامله ب 8.5، ده السرير بتاعها زي ما انتم شايفين، كل ده ليد بينور، وهنا برده ليد بينور. بصوا الجمال والشياكه دي، وده السرير بتاعتها، دي بقى بتاعتها دي، دي دي السرير، دي سرير الشامبيون، يعني الاوضه كامله كده زي ما انتم شايفين ب 8.5 وشحن ومول هديه، تمام. بصوا دي اللي متنجده، دي اللي متنجده يا استاذه، حلو قوي. ودي برده انا بجيب في العرض مثلا اوضتين ولا ثلاثه، السراير متر، عشان ما فيش غير كله 120، تمام. دي الناس اللي عايزه تبقى بسرير متر، تمام، الناس اللي هي ما عندهاش مساحات يا جماعه. دي سريرها متر وعامله 8.5 برضه، 8.5، دي برضه ب 8.5 يا جماعه، بس سريرها متر، وكل ده فيه ليد بينور ولا بينور. عادي بينور؟ لا ده ما بتنورش، دي ما بتنورش، دي عادي، ده خشب عادي، بينور اللي بقى الكريدت والستانلس، ده خشب، والقماشه دي جديده، عامله زي مقلوب، زي كتان، زي كتان كده، حلو قوي، فيها لمعه يا جماعه تحفه دي. ودي برضه ب 8.5، ياما شماعه ورف وياما رف، ولما 3 رفوف، تمام. دي بقى يا استاذه الاوضه اللي بقول لك عليها، 3 ظرف، دي بقى ب 10000 جنيه، دي ب 10000 جنيه. لايك يا جماعه الفيديو ده، معاها ايه بقى، تسريحه ببرواز كبير، لا ده بصوا بمرايه يا جماعه، حلو قوي قوي. بصوا واربعه درج من هنا كمان، شكلها تحفه، وبتنور يا استاذه، والبرواز بكومودينو برضه، وبرواز ده اوضه كامله تنفع شباب. بصي سريرها كمان تحفه،
بصوا كده معانا، والتجديد ينفع يتغير يا جماعه. اه كل ده بينور. ودي مرايه. انا عايز اقول لك اللفه بقى مترين. عايز اقول لك تنفع اوضه شبابي دي فيها بقى ست رفوف يا استاذه، شبابي عريس وعروسه. اه المساحات ضيقه قوي. لو حد عنده مساحه ضيقه فدي اوضه كامله برضو. دي اوضه بس معاها اتنين سرير. اتنين سرير 120. تمام. والاوضه دي عامله كام؟ 10000 جنيه. 10000 بمولتين بعربيه. بمولتين بعربيه. ما دي يعني الفرق بينها وبين ام 8 ونص، دي 3 ضلفه مترين ومعاها تسريحه. ومعاها تسريحه. الشغل ده بينزل معاكم موت بالبرواز. تمام. هتجي لنا بس كده. بصوا يا جماعه ده برضو الكوميدينو بتاعها، الكوميدينو برواز مرايه وبينور، والتسريحه نفس الكلام. تمام. يعني الاوضه دي معانا عامله 10000 جنيه، معاها كده الكوميدينو برواز، دولاب 3 ضرفه، 2 سرير زي ما انتم شايفين، ومرايه تسريحه كامله بمرايه برضو كده زي ما انتم شايفين. تمام. تسلم ايدك. دي اللي هي ام 10. 10 تمام. من دي ومن دي في اشكال كتير، من اللي هي ام 8 ونص. 8 ونص عندي 20 شكل، وعندي 6 7 اشكال من اللي هم ام 10. تمام. تقدروا كمان تتواصلوا على الواتس يبعت لكم الصور بتاع لهم الصور اللي هم عايزينه. تمام. بصوا معانا برضو هنا صفر، بيشتغلوا في الصفر برضو. اه صفر وكل حاجه يا استاذ، كل حاجه من الالف للياء، من الابره للسماء. جهاز العروسه كله هتلاقوه هنا. امر قرب. نيش انتريه ركنه صفره. تمام. لو عايز اقول لك الرجول بتاعتها تحفه الذهبي دي يا جماعه. ماشي يا استاذه، جلد مقلوب اللي هو الفيردي، وفتح تغيير برضو اي لون انت عايزه. اربعه كافيه في اتنين بني، عندي الالوان التغيير في الحال. وبصوا هنا كابوتونيه عشان يبان معانا. بصوا كده كل ده شغل كابوتونيه من هنا. عامله كام التسريحه دي برضو؟ بص يا استاذه، هنا بتحط ورد مجفف، وفي قرصه ازازه، يعني أيوة انا بطلعها بقرصه الازازه كمان. تقدروا تحطوا هنا بقى ورد المجفف. تمام. اللي هو اللولي والاكسسوارات دي بتتحط هنا، ورد مجفف واللوحه الازاز عليها. وتمام قوي، حلو قوي. عامله كام الشفره دي يا استاذه؟ برضو بنفس السعر القديم ب 4.5. ب 4000 ونص. ب 4000 ونص، ويلفوا ويخلوني انا اخر الناس. سفره يا جماعه ست كراسي بترابيزه ب 4000 ونص، فدي ببلاش. متاح الوان كتير يا استاذ، الوانات كتير عندي منها. ده هانشم بيه، عندي الابيض، عندي ده شكل وده شكل، يعني ده ماشي. عندي اشكال والالوان برضو. تمام. وده برضو ب 4.5. دي برضو ب 4.5، هي كلها ب 4.5. سفره هي على الازازه، دي الازاز عليها. وحط هنا بقى الورد المجفف، الكلام ده كله. سفره كامله كده، ده بقى كشمير، واثنين اللي هم ده برضه، واثنين اللي هم الجري يا جماعه الرصاصي. بصوا شكلها تحفه. سفره كامله يا جماعه، ست كراسي بالترابيزه بالازاز، عامله 4000 ونص. 4.5 يا استاذ. تمام. كل العروض دي عند معرض الشروق يا جماعه. انا نيش برضه، النيش عامل كام؟ ما النيش اللي انا وريته لحضرتك اللي هو ب 3000. تمام. حاجه زي كده اللي هو نازل جديد، اللي هو الازاز، اللي هو الضرفتين الازاز التاتش. تاتش. وعندي الواناته. تمام. 3 ترفف ازاز ب 3.5، يعني ده اللي هو الازاز بتاعه تاتش ب 3000 ونص. وثلاث ضرفتين هنا ازاز، ضرفتين ازاز عامل 3000 ونص. 3.5. تمام. ودرج من تحت، ودرج. طب عندي بقى النيش ده اللي هو المساطر التقيل، المساطر التقيل عندي منه الاوفايت والدهب والفضي، والادراج من تحت درجين معمولين قطيفه. قطيفه ده عامل 4.5. ده عامل معانا 4000 ونص. 4000 ونص، يعني النيش فارق معانا من 3000 جنيه. من 3000 جنيه. تمام. وعندي اللون التاني اهو يا استاذ. بصوا معانا برضو الابيض ده، ده عامل كام برضو؟ ده 4.5. ده 4.5، النيش ده يا جماعه ب 4.5. 3000 جنيه اهو. ابو سلام. حط منه الاوفايت ده الابيض في فضي. ده الابيض في فضي يا جماعه، عامل معانا 3000. اللي هو النيش ده. اللي هو الدواير ده. الدواير ده 3000. وده زي اللي بره. زي اللي جوه اللي هو الازاز الصيني، التاتش الصيني. تمام. ده ب 3.5، الدولاب بتاعته هي ازازه بتبقى ازاز. تمام. والرف بتاعه سنتي. والرف بتاعه سمكه سنتي يا جماعه. تمام. وفي منه بس يا استاذه الذهب، عندي جميع الواناته، كل الالوان موجوده، سواء ذهبي فضي ابيض اللي انتوا عايزينه كله موجود. وفي ليد اللي هي الاسمرتات. انا برضو هنا ركن، ركن والانتراب، ركن وانتراب. بصوا الشياكه يا جماعه والجمال ده. متاح بقى اللي احنا هنقوله ده، والموديلات اللي هتشوفوها كلها تغيير اللون. 20 لون في الحال، 20 لون في الحال. كل ده جلد مقلوب، كل ده فيردي. بصوا كده بقى، بصوا الشغل من الجنب عامل ازاي، كابوتونيه، شغل عالي قوي، واللي بيلمع ده كله. وده كله اللي هو ما بيعورش. لا ده مش مركب، مستلس بيعور، مستلس بيعور. تمام. بصوا الجمال ده كله يا جماعه، تحفه. متاح تغيير الوان كتير منها. بصوا الجنب من هنا باين كمان شغل الشياكه قوي قوي. وعامله كام الركنه دي يا استاذه؟ انا متابعين حضرتك وربنا يا استاذه، ب 4.5 باسعار زمان. ب 4000 ونص. الركنه دي يا جماعه ب 4500 جنيه وشحن مجانا برضه. وشحن مجانا داخل القاهره والجيزه يا جماعه. طب والله العظيم حلوه جدا. الظهر من ورا بص واخد سيور برضه زي ما انتم شايفين كده. انا عايزه اقول لكم معاها طقم مخدات تحفه، حلو قوي قوي. والركنه بص برضه يا استاذه الوانها. تمام. الركنه دي ب 4000 ونص، وده شكل تاني منها، لون تاني، شكل تاني ولون تاني. الجمال ده دي برده ب 4500 جنيه يا بلاش، والله العظيم يا بلاش. بصوا الجمال يا جماعه، كابوتونيه من الجنب كده، واخده كشكشه من هنا في القماش زي البليسي كده، شكلها حلو قوي. معاها كرسي وحبيت الكباريه ولا الصغيره؟ ده دي قطعه تانيه زياده. طب ممكن تجيبها لنا معلش؟ تعبك.
بصوا يا جماعه اهو دي معاها كرسي لو حابين تكبرها بيتحط في الوسط وبيتحط في النص هنا يعني ركنه زي كده ثلاث قطع عامله معانا 4500 جنيه اللي هي الكنبتين والكرسي ده وترابيزه هديه وشحن مجانا وكل ده معانا ب 4500 بس يا جماعه حلو قوي قوي مخداتها مختلفه ماشيه مع شكل الركنه دي ساده كلها يعتبر مجزعه بس من هنا تمام ومتاح تغيير اي لون انتوا عايزينه وكل ده ب 4500 تمام بصوا معانا انتريات اشكال كتير قوي يعني دوت 2 جراي والكنبتين كحلي عامل كام الانتري ده؟ الانتري ده يا استاذه لحضرتك كنا مطبعين القناه ب 6500 ب 6500 جنيه بصوا حلو قوي على خشب مولا الكرسي بتاعه اهو وعلى خشب مولا اهو يا استاذه على مولا يا جماعه اهو يا استاذه تمام بصوا الانتري ما شاء الله عليه تمام تسلم ايدك حلو قوي قوي كل ده على مولا يا جماعه الانتري وكل ده قلنا بكام ب 6500 ب 6500 جنيه بصوا كده برضه سلطه التنظيف تمام تسلم ايدك حلو قوي هنكمل معاكم جوه ومتاح برضه عمايل اي موديل انتوا عايزينه والوان موجوده برضه لونه في 24 ساعه تاني يوم يستلم اللون اللي على مزاج مزاجه هو اللي بيقطع القماش بايده تمام تسلم ايدك القماش اهي يا استاذه بصوا الفاتوره فاتوره الالوان بتاع القماش اهي يا جماعه الالوان حسب البياض يعني ما بايدكش بحاجه معينه تمام يعني مش بتيجوا تشيلوا الحاجه اللي مش على مزاجكم لا اللي انتوا عايزينه وعندي منه يا استاذه كنبه وكرسي رمادي وكنبه وكرسي وكرسي جنزاري وده برضه يا جماعه انتري كامل ب 6500 وادي الكرسي بتاعه برضه اهو يعني متاح تاخده كنبتين لون كنبه وكرسي لون اللي انتوا عايزينه تمام عايز يا استاذه اوضح حاجه اللي يجي يتابعني بالتليفون عشان هنا في كذا سمسار تمام اللي ما قابلنيش يبقى ما اشتراش مني انا شخصيا تمام اللي ما يشوفش استاذ حسام يبقى ما اشتراش من المعرض عشان تبقوا عارفين عشان بيجي كذا واحد يقول له خلاص انا يسال على معرض الشروق يقول له انا معرض الشروق بيقول لي في التعليقات احنا ما بنشوفوش ساعات بصراحه لا انا اللي موجود في المكان على طول يا استاذ خلي بالكم بقى يا جماعه واتصلوا بالرقم اللي موجود على الشاشه اول ما تعرفوش توصلوا وعندي حاجه زي كده برده يا استاذ بصوا ده واخد فرو من هنا برده يا جماعه وفرو وحاجه تحفه حلو قوي ده وده برده ب 6500 لا ده عامل 7500 ده ب 7500 ده معاك كنبه كبيره اهو ومعاك كرسيين دول والكرسيين دول بصوا الكراسي دي كبيره يعني الكراسي بصوا من فوق واخده تدويب كده حلو قوي قوي بصوا الجمال ده يا جماعه قلنا ده يبقى ب 7500 ب 7500 الالوان متاح تغييرها يا جماعه اعذرونا بس المكان ضيق دي كراسي نفس القماش الفيردي بس ملون مشجر حلو قوي بصوا كرسيين مشجر في اللون ده حلو قوي عامل كام ده برضه طب ده عامل كام ده عامل 7500 يا استاذ ده برضه ب 7500 الانتري ده ب 7500 اتفضلي على الجمال ده برضه تبص الالوانات بصوا يا جماعه ايه الجمال ده لا واللونين حلوين قوي يعني اللونين رايقين مع بعض الفوشيا مع الكحلي الغامق تحفه حلو قوي ده برضه بكام 7500 ب 7500 انتري كامل زي كده 7500 عايز اقول لكم الانتريات دي عايزه مساحه عشان تبان معانا خلي بالك يا استاذ انا برضه عامل عليهم ترابيزه هديه الانتريات من غير ترابيزه انا عامل ترابيزه هديه وتوصيل داخل القاهره والجيزه تمام حلو قوي قوي بصوا يا جماعه حاجه زي كده برضو ب 7500 فده تحفه حلو جدا ده حاجه زي كده برضو يا استاذه الكشمير في كافيه ده ب 6500 الكشمير في كافيه ده ب 6500 برضو يا جماعه متاح تغيير الوان زي ما انتوا عايزين زي ما انتوا بصوا الجمال كده اهو يا استاذه برضو بصوا لا وشكل مختلف خالص عندي بصي ان بيتي في الكافيه ب 6500 حلو جدا ده وعندي طقم الورده اهو يا استاذه الورده برضو عايز اقول لكم 6500 طقم الورده وعندي منه 10 الوان طقم الورده برضو ب 6500 بصوا اللي جاي ده ايه الجمال ده طب والله ده تحفه انا عايزه بس اوريه لكم ايه الجمال ده ده الشياكه ده عامل كام ده ده عامل 7500 يا استاذ ده ب 7500 بصوا الجنب من هنا كابوتونيه يمكن التصوير ظالم ظالم والله الموديلات شويه بصوا واخد استلس من هنا اللي هو السيلفر حلو قوي وده معانا ب 7500 7500 7500 تحفه والزيتي برده ده عامل كام انتوا عاملين الوان حلوه قوي مع بعض الالوان يعني خالطين الوان حلوه جدا جدا مع بعض اصل النهارده العميل بيقيدنا بالبياض عنده تمام بالموبيل يا جماعه حلو قوي قوي وده اللي هو الزيت الجيشي مش الغامق وده بكام برده ده عامل 6500 يا استاذ 6500 برده عايز اوضح حاجه الرجول هنا بيضاء بصوا في اللي بيجي يقول لك لا انا عايزه شامبي ماشي نفس لون النيش ماشي عايزه افضي ماشي الرجل تمام ده انا في الحال لان الشغل ده ورشهم يا جماعه فمتاح تغيير اي لون والفرق الاسعار دي يا استاذ عشان انت بتاخدي من اول ايد من يوم اول يد من اول ايد غير من ايد لايد لايد خلاف ما بيروح من تاجر لتاجر لتاجر بنوزع للتجار يعني احنا هنا معروفين بنوزع للتجار احنا هنا اللي بنصنعها تسلم ايديك وشكرا جدا على الفيديو ده احنا النهارده كنا عند معرض الله يخليكم اللي يجي يا جماعه ما يخشش معايا حد يتصل باستاذ حسام وهو يبعت له حد يجيبه من بره من عند مستشفى احمد ماهر من عند مديريه الامن اي مكان يا استاذه بسم الله ما شاء الله منزلاه بالتفصيل
مصوره لكم انا العنوان وهينزل لكم حالا بالتفصيل ازاي توصل لحد هنا، وهسيب لكم كمان ارقام للتواصل. عندنا شحن كل المحافظات. ممكن حد يبعت لك الفلوس وتشحله؟ يبعتها لي فودافون كاش وانا اشحنها له. تمام. لو اي حد من محافظه بعيده يا جماعه ومش عايز يجي هيبعت الفلوس وهيتشحله اللون والموديل اللي انتوا عايزينه. تعبتك معايا وشكرا جدا. الله يخليك الله يخليك، واحنا تحت امر. تسلم لي. شكرا، بحبكم في الله واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. هنيجي بقى العنوان. احنا واقفين قدام مستشفى احمد ماهر زي ما انتم شايفين كده التعليمي. هندي ظهرنا على طول لمستشفى احمد ماهر، هنلاقي في وشنا على طول مدرسه مودرن سكول السيده زينب. هنجي لها ازاي؟ واقرب محطه مترو هتكون اقرب محطه مترو يا محمد نجيب. لو جايين محمد نجيب هنركب اي ميكروباص نقول له نزلنا عند مستشفى احمد ماهر، هينزلكم عند المسجد اللي عملت لكم عليه زوم ده. ولو جايين من السيده زينب هيبقى الاتجاه اللي في وشنا على طول. احنا هنمشي على طول زي ما انتم شايفين كده، هندي ظهرنا للمسجد وهنمشي على طول من جنب المستشفى، هنفضل مكملين زي ما انتم شايفين كده. هنلاقي كمان محل آل ابراهيم، ده انا بديكوا علامات مميزه طول ما انتم ماشيين برده عشان توصلوا. هنبدا نمشي مع بعض كده زي ما انتم شايفين، وبرده اول ما هلاقي اي علامه مميزه في الطريق هوضحها لكم. كمان هقابلنا كمان صيدليه دكتور نبيل، هنكمل بعدها برده زي ما انتم شايفين كده. احنا دلوقتي رايحين باب الخلق، هنكمل مع بعض كده زي ما انتم شايفين وهنمشي زي ما انتم شايفين. هندخل بقى الشارع ده اللي على اوله يافطه حسن احمد، المحل اسمه حسن احمد، وهنمشي ونكمل زي ما انتم شايفين ونخش اول يمين بعد حسن احمد. هنلاقي جزاره مكه، هنعدي من عليها برضو ونكمل زي ما انتم شايفين كده. ولو مش عارفين توصلوا كمان اتصلوا وانتوا عند مستشفى احمد ماهر والشباب هيطلعوا يجيبوكوا يوصلوكوا لحد هناك. هنقابل كمان مسجد ونعدي من عليه على طول لحد ما هنلاقي العماره اللي في الوش دي اللي عملنا منها الجوله النهارده. ما تنسنيش بقى في اللايك واشوفكوا على خير في جوله جديده ان شاء الله.